السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي في مادة الدراسات الاجتماعية. بإذن الله النهاردة هندرس مع بعض آخر درس في الوحدة الثالثة. زي ما احنا عارفين إن وحدتنا بعنوان الموارد والخدمات في بلدنا. درس النهاردة هو الدرس السادس بعنوان المستثمر الصغير. هنتعرف مع بعض ان شاء الله في الدرس دوت يعني ايه كلمه مستثمر صغير وازاي يمكننا ان ندخر الاموال، وهنتعلم مع بعض ان شاء الله شويه حاجات تفيدنا في حياتنا باذن الله. اول حاجه بيقول لي يا مستر انت عندنا حاجه اسمه بنك مصر. بنك مصر ده احنا كلنا بنسمع عنه في التلفزيون وفي الاعلانات ومنتشر قوي في وسائل السوشيال ميديا والكلام ده كله. طيب يا مستر والبنك ده اتاسس امتى؟ تعال نتعرف مع بعض على تأسيس بنك مصر ونعرف مع بعض مين اللي أسس هذا البنك. قال لي مستر قام الخبير الاقتصادي محمد طلعت حرب بتأسيس بنك مصر. يبقى اللي أسس بنك مصر هو شخص أو خبير اقتصادي اسمه محمد طلعت حرب، أو ممكن بنسمع اسمه موجود كتير طلعت حرب. تمام، قام تأسيس هذا البنك عام 1920. البنك ده متأسس عام 1920، يعني بقاله أكتر من 100 سنة وهو متأسس، وهو يعد أول بنك وطني في تاريخ مصر. ده كان أول بنك مصري وطني في تاريخ مصر كلها، عشان كده البنك ده ليه أهمية كبيرة عندنا. الشخص اللي في الصورة ده طلعت حرب ده أو محمد طلعت حرب، قلنا هو ده اللي أسس بنك مصر، وكان موجود في إعلان من إعلانات على التلفزيون اللي هو طلعت حرب راجع. ده كان برضو هو بيدل على بنك مصر او بيشير الى بنك مصر وبيشير الى ان هو هيرجع امجاد طلعت حرب. اهداف بنك مصر، تعالى نتعرف مع بعض دلوقتي ايه اهميه بنك مصر او ايه اهداف بنك مصر. ايه الهدف من تاسيس او انشاء البنك ده؟ استثمار مئات المشروعات لجميع انحاء الجمهوريه. يعني ايه استثمار مئات المشروعات لجميع انحاء الجمهوريه؟ يعني يبتدي ان هو يمول المصريين بمشروعات او باموال، يبتدي يمولهم باموال عشان يبتدي ان هم يفتحوا او يقيموا المشروعات دي لجميع انحاء جمهوريه مصر الايه العربيه. طيب اتنين، استثمار مدخرات المصريين. يعني انا دلوقتي يعني ايه كلمه مدخرات يا شباب؟ انا دلوقتي لو انا شغاله ومرتبي اشتريت بيه حاجاتي واشتريت بيه خلاص الحاجات اللي انا محتاجاها ومعايا فلوس متبقيه، دي بتتسمى مدخرات. المدخرات دي انا هبتدي ان انا ايه اشيلها، انا عايز اشيلها، عايز احوشها. طيب هروح اشيلها فين او احوشها فين او استثمرها فين؟ استثمرها في بنك مصر او في اي بنك. يبقى اهداف بنك مصر رقم 2 استثمار مدخرات الايه المصريين. ايه هي بقى الخدمات اللي بتقدمها البنوك لينا؟ قال لي اول حاجه يا مستر قبول الودائع. انت حضرتك لو معاك مبلغ من الفلوس محوشه او مبلغ من المال انت شايله لحاجه ما وخايف تشيله في البيت، فانت خايف اللي هو يتسرق منك حد ياخده الكلام ده كله، فانت بتعمل ايه؟ بتروح البنك تحطه هناك كوديعه، بتشيله عندهم بمعنى اصح. فالبنك بيفتح لك هذه الميزه ان انت تقدر تحط فلوسك في داخل البنك. تمام، زي ما احنا شايفين في الصوره. تاني حاجه فتح الحسابات المختلفه، تقدر تفتح حساب واثنين وثلاثه في بنك واثنين وثلاثه. الحسابات دي تقدر من خلالها تعمل تجاره، لو انت تاجر تقدر تحوش فيها فلوسك، تقدر تعمل بيها اكتر من حاجه على حسب رغبتك. تالت حاجه اعطاء اموال الى المستثمرين في شكل قروض. في بعض المستثمرين اللي هم رجال اعمال بيكونوا متعسرين ماليا، يعني ما همش فلوس يعملوا مشروعات او بيمروا بازمه ماليه، فالبنك بيقف جنبهم وبيساعدهم، بيعطيهم قرض بيقول لهم اتفضلوا خدوا فلوس اهو، عدوا الازمه بتاعتكم وعدوا المشكله اللي انتوا فيها، بعد كده رجعوا لي الفلوس تاني. فدي برضو ميزه من الميزات اللي البنك بيقدمها لينا. يبقى ايه الخدمات؟ هم ثلاث خدمات: قبول الودائع، فتح الحسابات المختلفة، اعطاء اموال الى المستثمرين في شكل قروض. بعد كده شباب جاء بقى وقت اسئلة او سؤال المتفوقين، وسؤال المتفوقين معايا بيقول اكتب كلمة صواب او خطأ امام العبارة الاتية: اسس بنك مصر الاقتصادي المصري طلعت حرب. مستنيين اجاباتكم شباب في التعليقات.
بعد كده نتكلم مع بعض يا شباب على البريد المصري. يعني ايه بريد مصري وايه هو البريد المصري؟ البريد المصري ده بيكون متوفر يا شباب حاجه، او بيكون حاجه زي البنك كده بيقدم لك خدمات مصرفيه، زي برضو انت بتقدر تنشئ حساب توفر فيه او تدخر فيه اموالك، نفس فكره البنك بالظبط. تمام. طيب البريد المصري ده يا شباب احنا عارفين او اغلبنا شافه او عدى عليه او بيسمع عنه. البريد ده منتشر في جميع ارجاء مصر، في كل حتة في مصر لازم بتلاقي البريد ده او فرع منه موجود في حتة قريبة منك. فعشان كده بقول لك ايه، لذلك من المؤكد انك ستجد احد مكاتب البريد بالقرب من مسكنك. اكيد اكيد انت هتعدي هتلاقي فرع من فروع البريد ده. يبقى البريد ده بيقدم لي ايه؟ بيقدم لي خدمات مصرفية مثل انشاء حسابات التوفير والادخار، وبرضه منتشر في جميع ارجاء مصر. بعد كده بيقول لي لاحظ ان تم انشاء البنك المركزي بهدف ايه بقى؟ واحد قال لي بهدف اصدار النقود، يعني بهدف ان هو يصدر النقود يطلع الايه الاموال بتاعتنا اللي احنا شغالين بيها دلوقتي دي. رقم اتنين قال لي الاشراف على جميع البنوك والمؤسسات المصرفية في مصر بما في ذلك البريد الايه المصري. يعني بيبتدي البنك المركزي ده ان هم يشرف على جميع البنوك والمؤسسات المصرفية اللي موجودة عندي في مصر بما فيهم كمان البريد الايه المصري. يعني بيشرف عليه، بيشوفوا الاموال اللي بتدخل جواه والاموال اللي بتطلع منه والحاجات دي كلها، هو اللي بيشرف عليه البنك الايه المركزي. طب تعالى نتعلم مع بعض كيف يمكننا ادخار المال، ازاي تقدر تحوش او تشيل اموال انت مش محتاجها حاليا، او انت عاوز تبقى مستثمر صغير وتدخر اموالك. قال لي اذا كنت تريد ادخار المال فعليك ان تتبع الخطوات الاتية. عشان تبقى تقدر تدخر مالك لازم تتبع الخطوات الاتية. اول حاجة احسب مجموع الاموال التي تحصل عليها. شوف انت بتحصل على قد ايه، انت بتاخد كام في الشهر، كل الفلوس اللي بتدخل لك في الشهر قد ايه. تاني حاجة كم تستهلك منها لشراء حاجتك، انت بتستهلك كام عشان تشتري حاجتك اللي هي الاكل والشرب والكلام ده كله، وكم تستهلك منها لاشباع رغبتك، انت بتستهلك منها كام عشان تشبع رغبتك. رغبتك دي اللي هي حاجة مش ضرورية، حاجة انت بتعملها عشان تفرح بيها او تستمتع بيها. تمام. انما الحاجة دي حاجة ضرورية انت لازم تعملها. فانت لازم تعرف انت بيدخل لك كام مجموع الاموال، وكام تستهلك منهم عشان تشتري حاجتك، وكام بتستهلك منهم عشان تشبع رغباتك، وبالتالي هتعرف ازاي تدخر الاموال. هنا بقى يجي لي سؤال يقول لي ما المقصود بالحاجات او حاجاتك؟ ايه هي الحاجات دي شباب؟ قال لي حاجاتك دي اشياء ضرورية، اشياء اساسية يجب ان تحصل عليها لتعيش. يعني انا اشياء لازم اعملها في حياتي عشان اقدر ان انا اعيش. طب زي ايه؟ قال لي زي الاكل، الغذاء. زي ايه كمان؟ زي الشرب، المشرب، صح؟ زي الايه؟ الملبس. كل الحاجات دي اسمها حاجات، يعني انا حاجات ما ينفعش ان انا استغنى عنها. طب تعالى نشوف رقم اتنين، رغباتك. هي ايه الرغبات دي؟ قال لي دي رغبات بقى انا ممكن ان انا استغنى ايه؟ ممكن ان انا استغنى عنها. يعني مثلا زي ايه؟ زي مثلا لو انا عايز مثلا اشتري عربية. طب انا عايز اشتري عربية، هي لازم وضروري ان انا اشتري عربية؟ لا طبعا. طب انا دلوقتي مثلا محتاج لعبة معينة، هو لازم واساسي ان انا يبقى عندي اللعبة ديت؟ لا برضو مش شرط، مش لازم. يبقى دي اسمها رغبات. يبقى الرغبات هي الاشياء التي سيكون من الجيد الحصول عليها. طيب هي كويس ان انا احصل عليها لان انا نفسي فيها وعاوزها، ولكنك سوف تستطيع العيش بايه؟ بدونها. يعني اقدر ان انا اعيش من ايه؟ من غيرها. تلاتة قال لي الاستهلاك. طب يعني ايه استهلاك؟ قال لي الاستهلاك دوت هو انفاق النقود لشراء الحاجات والرغبات. يعني انا دلوقتي انا بشوف انا هستهلك قد ايه في الشهر ده، يعني الشهر ده انا هستهلك فلوس قد ايه. مش معنى ان انا هستهلك يعني انا هاخد الفلوس دي هصرفها على حاجاتي ورغباتي. يبقى ده اسمه استهلاك، انفاق النقود لشراء الحاجات والايه والرغبات. بيقول لي لاحظ ان يمكنك ادخار المال الذي عاد ما تنفقه في اشباع رغباتك. يعني انت دي حضرتك تقدر الرغبات اللي انت تصرف عليها فلوس كتير قوي قوي ديت، لا ما تصرفش الفلوس دي وتدخر هذا المال.
ليه اشمعنى الرغبات ليه مش الحاجات الحاجات ضرورية انما الرغبات دي اشياء غير ضرورية، فيقدر تدخر المال اللي انت تصرفه في اشباع رغبتك. رقم اتنين قال لي اذا فعلت ذلك، لو انت حضرتك ما انفقتش المال في اشباع رغباتك هيكون بتطبق قواعد اقتصادية مهمة. القاعدة بتقول ايه؟ قال لي كلما قل الاستهلاك زاد الادخار، يعني انت حضرتك كل ما تقلل في استهلاكك كل ما تقدر تدخر فلوس اكتر ام اموال اكتر، وبالتالي زاد الاستثمار، هتقدر تستثمر احسن وازدهر الاقتصاد، وكل ما تستثمر احسن كل ما الاقتصاد بيزدهر. تمام، يبقى احنا لازم نقلل من نقلل من انفاق الاموال في اشباع رغباتنا، وده هنطبق بيه قاعده اقتصاديه مهمه اللي هي كلما قل الاستهلاك زاد الادخار وازدهر الاقتصاد وزاد الاستثمار واصدار الاقتصاد. وبالتالي احنا لو عملنا كده يبقى اللي احنا عملنا دوت اسمه مدخرات، الاموال اللي احنا وفرناها دي هتسمى مدخرات. بعد كده شباب جاب بقى سؤال المتفوقين، وسؤال المتفوقين بيقول لي بما تفسر انشاء البنك المركزي، بما تفسر انشاء البنك المركزي؟ مستنيين ردكم شباب في التعليقات. نتمنى يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.